أم لخمس أولاد، يعني ما في عندي معيل تاني لإلهم، أنا المعيلة الوحيدة. فهلأ عشت المخيم كل محل للأصعب، فما فيني أمن مصاري، ما فيني أمن مصروف للأولاد، والدنيا جاية على شتوية يعني. صراحة أنا كتير حابب سأدون، بس شوفت عينك الدفتر عندي فل، عرفت؟ بس أنا معاش فيني لأنه مش عارف عيمتي حيدفعولي. كانت بنتي مريضة، ما قدرت أمن مصاري لحتى أجيب لها دواء، ظلت ساخنة يومين. كتير صعبة عيشة المخيم، وما في مستقبل للأولاد أبداً أبداً أبداً.